حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا بس زعلانه منكم ان الكومنتات قليله قوي واللايكس قليله، بس انا واثقه ان انتوا هتعملوا حاجات حلوه كتير ليا ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو سريع جدا، حاجه بنحبها كلنا مع بعضينا. بس قبل ما ابدا، في مفاجاه حلوه جدا جدا. سلام عليكم عم اشرف. ازيك يا عم اشرف؟ عامل ايه؟ ازيك؟ وحشتني. عامل ايه؟ كويس والله. انت كمان يا عم الشيف والله وحشتني. سلامات. طيبو. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انت مش متخيل الناس كلها كانت بتسالنا عليك قد ايه، وكل الناس هتتجنن عليك. بقول لهم سلامات. طب قول لهم سلامات. سلامات يا عم اشرف. كفايه سلامات. بقول لك انت كمان سلامات. كفايه. انت مش عارف ان كتر السلام يقل المعرفه؟ ايه ده بجد؟ طب سلامات. ايه ده، انت مش عايز تعرفني يا عم اشرف؟ لا عايز اعرفك تبقى يعني. طب قول لي بقى، ايه الغيبه الطويله دي؟ كنت فين كل ده؟ رحت اسكندريه. بلبط في البحر بقى ولا رحت تعمل ايه؟ بلبط في البحر، وقعدت لعبت في الرمل شويه، وبعديها رحت فرح ابني. فرح ابنك كان حلو؟ قوي. واكلت فيه كده حاجه ايه؟ اسمها ابل. ابل؟ ايه الابل ده؟ تفاح يعني؟ لا. امال ايه؟ بتاع عامل زي البيجامه اللي حضرتك لابسها. بيجامه؟ انا لابس بيجامه؟ دي بلوزه. البلوزه اللي حضرتك لابسها. يعني انت قصدك بتبقى مربعات كده زي اللي لابسها؟ ايوه، بيرشوا عليها كده الشربات دي. اوكي، قصدك الوافل صح؟ ايوه الابل. وافل، اسمه وافل. اوكي؟ حافل. طيب يا جماعه، ده يعني لسه يعني ما حسن الصدف. انا النهارده فعلا كنت هعمل الوافل، وسبحان الله جت على دخلت عم اشرف. فهنعمل بص بقى يا باشا، هعمل لك احلى وافل النهارده. بس طبعا انت اكيد الوافل اللي اكلته في الفرح كان وافل ايه؟ غير صحي. تمام؟ طبعا. لكن وانا اقدر اكل حاجه في فرح ابني مش صحيه، لازم طبعا اكل بلاوي في فرح ابني. طيب يا سيدي، بالهنا وشفا. هو في فرح في حد؟ بالهنا وشفا يا عم اشرف، انت جاي مهايبر النهارده جدا. انا هايبر قوي. طيب. عشان كنت رايح هايبر. لا يا عم اشرف بليز ركز معايا لو سمحت. بص يا حبيبي، هعملهولك صحي تمام؟ هيعجبك جدا. ماني عارف، ماني عارف والله. انا بقدر اكل حاجه عندك غير صحيه. تمام. ماني عارف البيت ده كله اساسا مصنوع من الحاجات الصحيه. تمام يا عم اشرف، خلاص نسكت بقى ثواني من فضلك. يا جماعه ان شاء الله هنعمل الوافل. يا جماعه ان شاء الله هنعمل. يا عم اشرف ابوس ايدك، خلينا نكمل كلامي. ابوس ايدك، خليك تكمل كلامي. طب انا مش هكمل كلامي. طب انا مش هكمل كلامي. لا ده النهارده طالبه معايا بغبغان. هنعمل وافل. يلا بسرعه بسرعه على المقادير. بس اهدى الله اكبر. الله اكبر. اهدى يا عم اشرف. خلاص يلا بينا بسرعه. يلا يا عم اشرف دلوقتي هنبدا مع بعضينا نعمل المقادير بتاعت الوافل. اول حاجه هيكون معانا حوالي كوبايه ونص شوفان لبن. من عند الجاموسه. ايوه، ولازم تكون خالية الدسم. خالي ولا كامل؟ لا خالي الدسم. تمام، خالي اكون خالي. بس اهدى بس يا عم اشرف، مالك النهارده مزاجك عالي قوي. وهيكون معايا بيضتين. بيضتين من عند الفرح. ايوه. وفانيليا. ومعايا الفانيليا اللي بنحطها على الكيكه. ايوه. ومعايا قرفه. قرفه؟ طب ليه مسمينها قرفه؟ عشان اقرفك بيها. ليه؟ وسكر طبعا. وبيكنج باودر. بيكنج باودر قصدي كيلين بايبر. لا بيكنج باودر. ومعايا طبعا طبعا حبيبنا الكاكاو الخام. كاكاو. بس الكاو. بس بقى اهدى شويه. يلا الكاو اللي بتعمل كده. يلا نبدا مع بعضينا. الكاميرا تجيب البوله اللي هنحط فيها الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. البوله فين البوله عشان العميل؟ يا عم اشرف. تمام، ونحط البيضه الثانيه. اقول لك حطيتي. اوكي، نقلب بقى الكلام ده بسرعه كده. خليني اركز بقى يا عم اشرف، بطل رغي. اوكي، عشان اعمل لك الوافل. ادي البيض اهو. اوكي، هنعمل البلوز اللي لابسيها يا عم. ايوه اوكي ماشي. ونحط شويه فانيليا عشان الزفاره بتاعت البيض. عشان ما تطلعش الريحه. ايوه الزفره عشان ما تبقاش ريحته البيض السيركل. ايوه بالظبط. قرب لو سمحت على الكاميرا. ادي اهو. تمام خلاص، هنحط
السكر اللي عندي. السكر والله يا ده انت ايه ده النهارده مالك؟ انا فايق. ماشي يا عم عاشور. الشوفان بسم الله الرحمن الرحيم كله اهو. قلب بقى الكلام ده كده كله على بعضه تمام. ونحط البيكنج باودر حوالي معلقه صغيره كده تمام. ونحط قرفه تدي طعم رهيب للوافل وريحه ملهاش حل. اوكي طيب هتقولي طبعا دلوقتي ناقص الكاكاو. ما حطيناش الكاكاو ليه؟ الكاكاو هنقسمه هنقسم الخليط نصين، هنعمل جزء منه بالشوكليت وجزء تاني بالفانيليا عادي، يعني شكل يبقى ابيض والتاني اسمر. اسمر اسمر يا اسمر. غني لنا شويه يا عم عاشور، غني لنا اسمر يا اسمروني. يا اسمر يا اسمراني. طب عايز تغني ايه؟ طيب غني لنا يلا حاجه كده بصوا ما نقلب الحاجه اللي معايا. استني خليني افكر عشان يبقى مكسور. يا عم اشرف يلا غني لنا بقى اغنيه حلوه. هتغني لنا ايه؟ ابو زعزع. ابو زعزع؟ ماشي يا سيدي. ثواني بس قبل ما تغني يا عم اشرف. هناخد الخليط اللي معانا ونحط نصه بالظبط في بوله ثانيه. نص والربع. عم اشرف قالب الخليل كوميدي النهارده، ربنا يسترها بقى. تمام هيبقى عندي الخليط نصين كده زي ما احنا شايفين تمام. غني ولا بلاش. حاضر حاضر ثواني بس يا عم اشرف. اوكي هناخد كاكاو الخام طبعا كاوكاو اها. هنخلي الخليط يبقى لونه غامق تمام. و نقلب بقى كده مع بعضينا. ادي ده الاولاني وده الخليط الثاني. ده يبقى ايه؟ شوكليت. لو حسيتي ان هو تقل معاكي زودي لبن. زودي ايه؟ زودي يا عم اشرف لبن من عند الجاموسه. يلا غني لنا بقى يا عم اشرف. يلا حبيبي غني لنا بقى ابو زعزع قبل ما اقلب. يا ابو زعزع ومصلي ده انت فريحي اللي تولي. قول لمراتك زعزوعه تلحق تطبخ وتقله. زعزوعه يا زعزوعه مالك كده ليه مرزوعه. زعزوعه يا زعزوعه مالك كده ليه مرزوعه. عندنا في الويد فرمت يعني مش يفتح لي دراعي. معلش يا ماشي ارفع بس اطلع فوق شويه. عندنا القالب بتاع الوافل في ممكن ما تجيبوش القالب في ند في ناس ثواني يا عم اشرف. في ناس بيبقى عندهم المكنه بتاعه الوافل، احنا دلوقتي مش متاحه عندنا فاحنا جبنا القالب ده حلو جدا وبرده نفس الفكره وبيأدي الغرض يعني تمام. هنحط الخليط اللي عندي بتاع الوافل شوكليت كله وهنحطه بسم الله. شوكليت يا تبقى على الكاميرا تجيب المنظر الحلو ده. شوكليت فانيليا ولا شوكليت سودا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده زي ما احنا شايفين. ايه رايك يا عم اشرف في الشكل؟ هنوقع في الارض من الجمال. تمام ونعمل قالب كمان تاني شوكليت. تو شوكليت اسمها تو شوكليت اسمها شوكليتا. حلوه شوكليتا. تمام زي ما احنا شايفين كده مكارينا. تنترارارن. ما اشرف خف الخليل كوميدي الله يكرمك. خف عارف الخليط اللي عندي الابيض زي ما احنا شايفين كده اهو. عم الشيف. نعم يا عم اشرف. عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا حبيبي. البتاع ده الابل شكله جميل. اسمه وافل. اسمه ايه؟ حافل. طيب لما يتعمل اكيد هتنطق كويس. زي السموزي. زي السموزي برافو عليك. دلوقتي ده الخليط اللي عندي، عندي اتنين شوكليت واتنين فانيلا عادي. فانيلا. هنحطه ثواني يا عم اشرف. هنحطه في الفرن يا جماعه
وان شاء الله باذن الله هوريكم شكله بعد ما يجي. مستني على نار الوافل. ماشي يا عمار. ده شكل يا جماعه الوافل بعد ما طلعناه من الفرن، ما خدش كتير، يا دوبك حوالي 10 دقايق بالظبط او اقل على حسب ما تشوفوه. لو جمد معاكم تطلعوه على طول يهدى بس، وبعدين تروح مطلعينه من القالب ومقدمينه. هو هو يا عم الشيف ده شبه الشباك. ايوه شباك نسيتها ايه روحانيه. حلو عجبك يا عم اشرف؟ اه جميل. نجيب بقى طبعا عشان التاتش النهائي، لو مش عاوزين براحتك خالص، مش عاوزين زي ما انتوا عاوزين، نحط شويه عسل. عسل الناحي بدل ايه السيرب؟ السيرب ده اللي هو الشربات يعني. اه الاسود ده اها زي ما احنا شايفين كده. بجد يا جماعه تحفه وصحي، طعمه جميل، وممكن نعمله عادي لاولادنا في البيت بدل الدقيق والكلام ده، يبقى افضل بكتير من اللي معمول بدقيق والكلام ده. وهو ده الشكل النهائي، ويا رب يعجبكم. خلاص يا عم اشرف هتاكل معايا؟ جوي. انت مبسوط خلاص كده تمام؟ جوي. هتحلي معايا تمام تمام؟ طبعا انا حالي. طب انا اقدر اسيب العيال. يلا بقى اقول لهم يشتركوا في القناه ويعملوا شير. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وشير للقناة عشان ننزل لكم فيديوهات واكلات كثير كثير جميلة. والله قادر عايز اكل هذه الحلاوة. خلاص بقى يا جماعة نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الاضحى. نشوفكم على خير ان شاء الله.